تفضل تكهناتك بالنسبة لمباراة اليوم الجزائر أنغولا، رغم أنه شفنا نتائج لم يتوقع أحد بالنسبة لمصر أمام الموزمبيق وغانا ونيجيريا. هذا يرجعنا دائما إلى البطولات السابقة، حيث أن كل بطولة يبرز فيها فريق لم يكن له حساب، مثل ما حدث مع الجزائر في 2019 حيث لم تكن في حسابات كل الفرق فهي التي فازت. اليوم على الطاقم الفني أن يأخذ حذره وأن يستفيد من أخطاء الماضي وأن يحاول أن يلعب كإفريقيا السوداء ولا يلعب كإفريقيا البيضاء، وهذه هي الطريقة التي سنسلك بها سنصل بها إلى أبعد نقطة ولما لا التتويج. ننتظر مثل ما قال الأخ قبلي، ننتظر على الأقل 1-0 وإحنا محتاجين 3 نقاط ولو بنص هدف. وليد ريسي، تكهناتك بالنسبة لمباراة اليوم جزائر أنغولا وحديثة؟ طبعا شفنا مصر يوم أمس، شفنا العديد من النتائج اللي كانت عجيبة وغريبة في قارة الصحراء. أكيد شهدت بداية كان كوديفوار 2023 عدة مفاجآت تخص عدة مباريات، عندما نرى منتخب غانا أو نيجيريا أو حتى منتخبات أخرى مثل الكاميرون لا تستطع تحقيق نتائج إيجابية ضد منتخبات لا نقول مغمورة وإنما متواضعة، نشوف بلي هاد ربما هاد الطبع من الكان راح تكون فيها مفاجآت كبيرة، خاصة أظن أنه منتخب غينيا الاستوائي اللي ظهر بوجه جيد، منتخب جزر رأس الأخضر، واليوم ربما المنتخب اللي ما خلاش كما نقولوا الشك اللي هو منتخب السنغال اللي فاز بثلاثية كاملة في انتظار مباراة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الأنغولي، اللي نحذر منه أنه ليس منتخب في المتناول، منتخب يمتلك تركيبة لا بأس بها، منتخب يسير بنجم برنار تراوري لاعب أستون فيلا الذي عاد من الإصابة ويشارك أمام الخضر في مباراة اليوم. أظن أنه تشكيلة المنتخب الجزائري أيضا متكاملة ما عدا ربما غياب بولحي لا يكون بالمؤثر، وإنما الحارس الأول راح يكون موندريا وبالتالي راح يكون بنبوت وزغبة أيضا في المتناول. أظن أنه جمال بن ماضي من خلال تصريحاته ومن خلال التربص اللي قام به والظروف التي أحيطت بالمنتخب هنا بمواكي باستطاعته تحقيق نتيجة إيجابية في أولى خرجته بالاعتماد على ما أظن التشكيلة التي دخل بها في المقابلة الودية أمام بوروندي، ونعتمد على ربما التشكيل الأساسي بنسبة 90%. نتمنى تحقيق أول نتيجة إيجابية هنا من بواكين من ملعب سالم. السلام عليكم. توقعاتي إن شاء الله فوز للمنتخب الوطني 2-1 دولة 2-0. جد متفائل بحول الله بالمباراة الافتتاحية. صح شفنا بزاف منتخبات، أقوى المنتخبات ومن بين المنتخبات المرشحة للتنافس على الكان شفنا مصر وجدت صعوبات بالغة أمام الموزمبيق، غانا، منتخب نيجيريا، لكن المنتخب الوطني بحول الله بالليلي بونجاح شايبي محرز والدور بحول الله. شفنا صحيح في 2019 كنت بي سي بي متشائم في 2019. لا نقول لك علاش تفضل. كي تكون يعني في الميدان وقريب من اللاعبين في التدريبات وفي الفندق وتشوف يعني الاجواء المحيطه بالمنتخب، تشوف لاعبين مرات، تشوف الكورونا، تشوف يعني اجواء غير محفزه. نعم كنت متشائم، لكن هذه المره بحول الله الناس خدمت في طوغو قبل ما تجي لطوغو، لاعبين راهم مركزين وعندهم ريفونش ان شاء الله بارابور لاكان تاع الكاميرون. يعطيك الصحه. الله الرحمن الرحيم. والله انا متفائل، علاش ما على باليش، انا متفائل اليوم باش المنتخب الوطني ان شاء الله يفوز على الاقل بنتيجه هدفين لهدف او ثلاث اهداف لهدف ان شاء الله. اليوم اكيد مغايره جدا، بعد دقائق من الان يقدر المنتخب الوطني حتى يجي يمشي من فندق الى الملعب، ظروف مغايره عن سابقتها في كاس امم افريقيا بالكاميرون. المنتخب الوطني حضر لاكثر من 10 ايام بطوغو عفوا، وحضر هنا لمده 5 ايام. في 2021 كان هناك عديد الاصابات، اللاعبين كانوا مرضى بالكوفيد، يعني غيابات، كانت مشاكل كبيره. اليوم حتى اللاعبين تحسهم حابين يريحوا هنايا وحابين يروحوا بعيد،
تختلف الأمور. إن شاء الله هي فرصة باش المنتخب الوطني يرد الاعتبار ويثار من كل شيء حتى من الظروف اللي تحط فيها في 2021. موبيليس الرفيق الدائم للمحاربين في كان الكوديفوار. مخابر فراتر روزرز، القوة والحماس من قلب الكان. شيري يرافقكم في كان الكوديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. لوكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس طريقكم نحو الكوديفوار. رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفوار. تكنونورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.